واحد الهدف اللي دخل فينا، اتنين اللحظة اللي احتفل بيها جمهور الوداد، ويمكن العطلة اللي عطلت اللعب دي ادتنا احنا نفس، وادتنا يعني فكرة ان احنا نقف نتلم ونتناقش اكتر عشان خاطر يبقى معانا وقت، من غير ان احنا بيبقى في شغل خططي والشغل اللي بيتكلم عليه كابتن سيد ان احنا نلعب كورتنا والكلام ده كله، لا كان في وقت كمان ان احنا نفسيا نتزن في الملعب ويبقى في ثبات انفعالي من اللعيبه. دي كان وقت مهم جدا. رجعنا كابتن سيد تاني معانا. عبد الرحمن معاك سامعك. ماشي يا كابتن. طبعا انت كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن، احنا فعلا فكره ان انت تلعب كورتك في الاجواء دي كانت مش سهله ان انت ترجعها للعيبه في الملعب تاني يا كابتن. بالتاكيد، لكن ارجع اقول برضو يعني المقوله الدايمه والتركة، كل ما كان الهدف كبير وعظيم التضحيات بالنسبه له تبقى اقل شويه، يعني لازم تكون تضحيات كبيره لكن بالمقارنه بيها تبقى اقل شويه. طيب انت بتتكلم على لقب افريقيا 8؟ سامع الكابتن معاك، اتفضل يا كابتن. بتتكلم على لقب افريقي، اللقب الافريقي ده يعني مهم جدا انت تبقى مركز فيه بشكل كويس، بتحاسب على كل تصرفاتك. اثنين ان انت تتذكر كميه التضحيات اللي انت عملتها من اكتوبر، من سفر، من ترانزيت، بعد عن الاهل، بعد عن الصحاب، بعد عن النادي، من تكمله، من احداث، من مشوار صعب، من لقطات مش ظريفه، من تشكيك، من حاجات كتير قوي، كل دي خلال 90 دقيقه. اللي هيقدر يسيطر على مشاعره، اللي هيقدر يسيطر على افكار سلبيه بالنسبه له، واللي يقدر يحولها لحاجه ايجابيه، هو ده اللي هيقدر يوصل للقب. مظبوط طبعا كلامك كابتن اكيد. طيب في نقطه، في ناس بتحاول تشكك في انجاز الاهلي وتحاول تشكك في الطريقه اللي الاهلي خد بيها البطوله. الاهلي جاي من بعيد قوي، حتى في التاهل ما كانش سهل. عايزك ترد يا كابتن على الناس اللي بتقول ان الاهلي بياخد بطولات بالحظ، ان الاهلي بياخد بطولات يعني انا شايف ان دي من اصعب البطولات اللي خدناها. حضرتك تقريبا واخد 7 بطولات كلهم طبعا ليهم معزه خاصه عندك انا عارف، بس انا بالنسبه لي مثلا البطوله التاسعه وبطوله الماتش الصفاقس، لكن شايف الناس اللي بتقلل من شأن البطولات دي بالنسبه لنا بترد عليها ازاي يا كابتن؟ والله هرجع اقول برضو يعني احنا السنه دي يمكن من السنين اللي كنا احتفظنا بهدوءنا بشكل كبير قوي، وكان بدون له اثار ايجابيه حلوه قوي، يعني خلينا اشتغلنا بس اطار الدائره بتاعتنا، يعني الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد السوبر مرتين، سواء كان يوم 28/10 في الامارات مع الزمالك قدام الزمالك 2-0 او قدام بيراميدز 5-5 في الامارات، ويوم 10/4 برضه كان مباراه الكاس. فكان مهم ان احنا نفكر قوي 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 ونركز قوي في الدائره بتاعتنا. لكن انت مش هتغير افكار الناس يا عبد الرحمن. ده بنسمعه كل بطوله تقريبا صح يا كابتن؟ كل واحد له تفكيره ودماغه يعني اللي بتريحه يعني. فخليك انت في المشوار بتاعك، في اوقات بتبقى مهم قوي ان انت ترد في اطار مصلحه الفرقه ومصلحه التيم والمرحله اللي انت فيها. لكن في اوقات تانية بتبقى محتاج ان انت تقفل على الفرقه حتى لو كانت الكلام كتير قوي او التعبيرات او الاراء او الاستفزازات بتبقى كتير، لكن المهم ان انت تعرف كويس او اوصل لنجاح ازاي او اوصل للهدف بتاعي ازاي. مظبوط كلامك كابتن. طيب كلام كتير قوي عن لعيبه الاهلي وان فلان هيمشي وان فلان عنده عروض وفلان عقده بينتهي، ازاي تطمن جمهور الاهلي على مواقف الموقف بتاع الفريق في المرحله دي؟ وهل مستر مارسيل كولر بدا فعلا يخطط ولا لسه احنا مستنيين لما الموسم ينتهي تماما؟ بص يعني انا شايف ان انا الواجب بتاعنا لسه ما خلصش خالص، يعني انت لسه عندك بطوله الدوري، وبطوله الدوري فيها 30 نقطه بره لحد دلوقتي، يعني عندنا 10 مباريات متبقيين، يعني ترتيبنا في الجدول مش هو الاول، صحيح لنا 6 مباريات متاخره، لكن في النهايه مش انت الاول، مهم جدا ان انت تخلص الدوري بتاعك بشكل ايجابي، مهم جدا ان انت تتعامل مع اللقاءات برضه بشكل ايجابي، مهم جدا ان انت تبقى عندك درس من اللي فات. بطوله الدوري من البطولات المهمه قوي 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 لينا على مدار تاريخنا. طبعا وغايبه بقى لها سنتين كمان يا كابتن. لكن بالذات السنه دي ليها حسابات خاصه، فالناس تعرف كويس ان لسه واجب خلص خالص، فمهم جدا ان انت تخلصه على خير ان شاء الله. الجزء الثاني ان انت برضو ما يبقاش فيه اجواء سلبيه بالنسبه لك، عايز تختم الموسم بشكل حلو، عندك مباريات متبقيه كلها صعبه كلها صعبه، لكن حتى في الناس اللي هي تحتيك على طول او الناس اللي هي بتنافسك على طول لسه ما لعبتهمش. يعني عندنا المربع الذهبي لحد دلوقتي، عندك بيراميدز وعندك الزمالك وعندك فيوتشر، كل دول في ال 10 مباريات اللي جايين يعني. فانا اشوف ان الكلام في الوقت ده على العروض او البيع او الشراء او بشوف ان هو مش ايجابي يعني. ماشي، انا مش ضد فكره على فكره ان يجي لك فلوس كويسه قوي 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 في واحد تمام، او في حد ممكن يتم تعويضه او يبقى في بديل حتى وان ما يكونش بنفس الدرجه بنسبه 100%،
ممكن يبقى 80% 85% 90%، ومع الدنيا يزيد يعني. لكن انا مش ضد ده خالص يعني، لكن انا بتكلم على التوقيت، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا. طيب مارسيل كولر وجهازه ازاي قدرت تحميه؟